الواحد اللي يلعب اللعبه دي في الاخر. بس كده بصي بيصوروك اهو، بصي بيصوروك اهو، بيصوروك. شوفوا بقى المفتري فيه، المفتري اكتر منه يعني، الولاد مفتريين علينا بجد. جميع الاهالي عايزين كل الالعاب يلعبوها. يا ابني حرام عليك، اللعبه دي صعبه مش ليك. لا يا ماما هلعبها. انت حرام عليك بتدفعي فيها فلوس على الفاضي، هتتعبي مش هتقدري تكملي. لا يا ماما هلعبها. كانت النتيجه خليتها تلعب، وعايزه اقول لكم اهلها كلهم قعدوا يضحكوا ويسخسخوا عليها ويزغرطوا وهي عماله تتعذب فيه. والله العظيم يعني جبروت، الستات دول جبروت. بس والله العظيم دمهم زي العسل، انتقموا منها بطريقه غير مباشره. وهنا انا بنصح كل عيل وكل ولد وكل بنت، لما انت مش قد اللعبه تقعد ساكت خالص. بجد اللعبه صعبه قوي، وعايزه اقول لكم كل الولاد اللي كانوا بيلعبوها تقريبا كانوا بيصوتوا فوق وقلبي كان بيتقطع. وعندي فيديو تاني هنزله لكم على نفس اللعبه دي، وعايزه اقول لكم دلوقتي هتسمعوا وهما بيكلموا البنت. عايزه اقول لكم نازله منهاره منهاره، والله كانوا بيزغرطوا وبيسقفوا، دمهم خفيف وضحكوني والله، سخسخوني اصلا. وكنت بصور اقول له كله بينزلها على النت، وانا قلت لها هنزلك على النت بقى، ويا ريت تشوف الفيديو للاخر. جماعه عايزه اقول لكم والله اللعبه دي على فكره خطيره جدا، لانها ممكن تلزق رجلين او تكسر ضلع، يعني صعبه قوي. العيل بيطير فوق، ممكن اصلا الحبال دي تتقطع. خلي بالكم من ولادكم. انا من ضمن الناس، ابني عمال يقول لي ماما هلعبها هلعبها، قلت له لا، قلبي وجعني على الولاد اللي كانت بتطير فوق. ودي نتيجه اللي يلعب اللعبه دي في الاخر. بس كده بصي بيصوروك اهو، بصي بيصوروك اهو، بيصوروك. شايفين كميه الضحك والغل اللي كانوا كاتمينه في قلبها منها، علشان هي ما رضتش تسمع الكلام. بجد والله العظيم دمهم خفيف قوي، بس البنت نزلت منهاره تماما يا عيني. الولاد والبنات حرام عليك، حرام عليك ايه؟ من اللي انت كنت فيه. المهم ان هي نزلت منهاره تماما، وقلبها يا عيني مش قادره، قلبها كان هيقف ومامتها هتضحك ومسخسخه. انا مش فاهمه الامهات دي بقت جبابره كده ليه، بس من كتر العيال بقت مقرفه ومتعبه. ربنا يهدي جميع الولاد يا رب. اتمنى متابعتكم ليا على الفيسبوك واليوتيوب باذن الله تعالى، تشرفوني. ويلا شير يا اجدع ناس الدنيا. شكرا للعيله العسل دي اللي خلتني اصورها، شكرا. ويا رب البنوته تكون بخير وسلام.